هل اعتدت أن تصيد هنا يا أبا النصر؟ نعم يا شيخ، ومنذ 5 أيام لم تخرج في شبكتي سمكة واحدة، وأبيت بجوع أنا وزوجتي وولداي. إذن فلتصلي ركعتي قضاء حاجة تدعو فيهما الله أن يقضي حاجتك وأن ترزق بصيد ثمين. وماذا بعد الركعتين؟ تقول 3 مرات حسبي الله ونعم الوكيل، ثم تسمي الله، ثم ترمي شبكتك في البحر. ولماذا أقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ ألم تسمع قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تقصد أن بعد حسبي الله تأتي النعمة والفضل من عند الله؟ هكذا وعد الله عباده المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف أبو النصر ينتظر دخول السمك بالشبكة، وقف بكثير من اليأس وقليل من التفاؤل، وفجأة شعر بالشبكة تثقل على يديه بشدة. يا الله يا الله، الشبكة أصبحت ثقيلة. سبحان الله، إنها سمكة كبيرة جدا، أكبر سمكة أصيدها في حياتي. صدق الله العظيم. السلام عليك يا شيخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علامات الفرح في وجهك يا أبا النصر. عملت بنصيحتك وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، ثم سميت الله فرزقني الله بسمكة كبيرة، بعتها في السوق واشتريت بثمنها فطيرتين، الأولى باللحم والثانية بالعسل. ما شاء الله. وجئتك لكي أطعمك منهما جزاء لك على نصيحتك لي. لا يا أبا النصر، لو طعمت منها ما خرجت السمكة من الماء. ماذا تقصد؟ أقصد أنني فعلت الخير لوجه الله. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ ولكني أردت أن أكافئك على الله يكافئني إذا شاء. أما أنت فأسرع بالفطيرتين إلى بيتك وسد بهما جوع زوجتك وولديك. عاد الصياد بالفطيرتين مسرعا إلى بيته، ولكنه انتبه إلى صوت بكاء طفل على الطريق. السلام عليكم. لماذا يبكي طفلك؟ إنه جوعان ولم يأكل شيئا منذ يومين. أليس في بيتك طعام؟ لا والله، توفي زوجي ونفدت النقود التي تركها لنا. أستطيع أن أصبر على الجوع، ولكن هذا الطفل الصغير ماذا يفعل؟ أخشى أن يموت جوعا بين يدي. أشفق الصياد على الأم وابنها وبقي حائرا، هو نفسه لا يملك غير الطعام الذي اشتراه لأسرته. أيتها المرأة، خذي هذا الطعام لك ولابنك. بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
تفضل، كل هذه. شكرا، والله لو طعمت منها ما خرجت السمكة من الماء. فرطت في الطعام يا أبا النصر. لم أفرط فيه يا ليلى، ولكني تصدقت به على الطفل الجائع وأمه الفقيرة. وهل في القرية من هم أفقر منا؟ لو رأيت الأرملة وابنها اليتيم لعرفت أننا في نعمة كبيرة يا ليلى. أية نعمة؟ ولداك نام جائعين، وأنا أنتظرك منذ الصباح على أمل أن تعود بالطعام. والله يا ليلى، لم أقدر على بكاء الطفل من الجوع بينما الطعام في يدي. شعرت أنه اختبار من الله ولا بد أن أنجح فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذا هو منزل الصياد أبي النصر؟ نعم، وأنا أبو النصر. من أنت؟ أنا رجل مدين لك بمبلغ من المال. أنت مدين لي؟ نعم، توفي والدي منذ أيام، وقد أخبرني أنه اقترض من والدك قبل موته 30,000 درهم. 30,000 درهم؟ ها هم بين يديك، وهكذا أكون قد أديت الأمانة وسددت دين أبي بعد وفاته. رحم الله والدي ووالدك. رحل الرجل وبقي الصياد يشعر أنه في حلم جميل ويكاد لا يصدق ما حدث. ما هذا الذي بيديك يا أبا النصر؟ 30,000 درهم يا ليلى. ماذا تقول؟ فضل الله علينا يا زوجتي، تصدقت بفطيرتين فتصدق ربي علي 30,000 درهم. السلام عليك يا أبا النصر. وعليك السلام يا شيخي العزيز. أراك اعتزلت الصيد. منذ أن رزقني الله بالمال الوفير وأنا أعمل في تجارة الملابس. ما شاء الله. ولكني أمارس الصيد كهواية بين الحين والآخر. بارك الله لك في تجارتك وهوايتك، المهم ألا تنسى حق الفقير في مالك. والله ما نسيته أبداً، إنني أتصدق كل يوم بما تطيب به نفسي، والعجيب أنني كلما تصدقت أكثر كلما رزقني الله أكثر. ليس عجيباً يا رجل، هكذا قال الله في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة. صدق الله العظيم، ظننت أن هذه الأضعاف ستكون في الآخرة. تكون في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أرجو يا شيخي أن تقبل مني هذا الثوب. ليس معي ثمنه يا أبا النصر. لقد أخذت منك ثمنه من قبل، أعطيتني نصيحة غالية كانت السبب في كل النعمة التي أنا فيها الآن. يبدو أنك نسيت يا أبا النصر. نسيت ماذا؟ لو لبست هذا الثوب ما خرجت السمكة من الماء. مرت الأعوام وأبو النصر ينمي تجارته ويكسب المزيد ويتصدق بالمزيد. وبعد فترة أصابه المرض، ولما اشتد عليه أسرعت زوجته في طلب الشيخ أحمد بن مسكين علّه يرقيه ويكون الشفاء على يديه. تفضل يا شيخ، إنه في الفراش منذ 5 أيام من شدة المرض. لا حول ولا قوة إلا بالله، اتركيني معه قليلا. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما.
اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. شيخنا الجليل، لا بأس عليك يا صديقي، جئت أطمئن عليك وأدعو لك بالشفاء. والله يا شيخ، لقد رأيت الآن في المنام رؤيا جميلة. ماذا رأيت؟ رأيت أنني مت وأقف بين يدي الله للحساب. ونعم بالله، وقد جمعت كل حسناتي وصدقاتي في كفة، وجمعت شهواتي وزلاتي في الكفة الأخرى، فغلبت شهواتي حسناتي، وسمعت من يقول ادخلوه النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم سمعت صوتا آخر يستوقفهم ويذكرهم بدموع الطفل الجائع الذي أعطيته وأمه الفطيرتين ورفضت أن آكل منهما شيئا. وهل وضعت دموع الطفل في كفة حسناتك؟ نعم، فتساوت كفة الحسنات بكفة السيئات. الحمد لله. ثم سمعت صوتا آخر يقول ضعوا ابتسامة أم الطفل في كفة الحسنات، فإذا بها تهبط وترجح عن كفة السيئات، وإذا بصوت يبشرني أبشر، نجوت من النار وفزت بالجنة. الله أكبر، هذا من فضل الله. ووجدتني يا شيخ أبكي من فرط السعادة وأقول في نفسي والله لو طعمت منها ما نجوت من النار.